السلام عليكم مشاهدي شوف تي في، بطلع عليكم مباشره من واحد السوق اللي هو سوق يومي ماشي اسبوعي، كيكون يومي في واحد الحي اللي هو سميت هذا الحي هذا سميتو لارمود قشلان، جيت القشلان تاع لارمود حي السلام. ندير واحد الجوله بقاو معنا. الله يعاونكم. الله يحفظك. كابو ياوا كابو ياوا شحال داير الاثمنه تاع هذا؟ هذه 18 درهم 15 درهم البوب. هذه واش تاع كابو ياوا؟ سردينا كابو ياوا سردينا تاع كابو كابو ياوا شحال هذيك؟ تبارك الله علينا والمالك لنا. لاحظك العون انت واش دير هنا؟ بيع وشرى واش ندير؟ واش هضرنا؟ هضرنا على البيع والشراء. نهضروا على البيع والشراء. تجارة صار الهضرة. السؤال شنو كتبيع انت يا واش هذا هو؟ انا كنبيع وشرى وفروي. خذ هاك. السلام عليكم. مصطفى من وجدة، مرقب جرادة، مصطفى جرادة، كبيع وشري في الفروي. مرحبا، السؤال شنو هو؟ الأثمنة تاع الفروي أخويا هذا العام كل شيء طايح، كل شيء رخيص. فهمت؟ لا ماشي رخيص عندنا حنايا باش كنشريو بالجملة، حنا هنا كل شيء كنبيعوه رخيص، كنشريو بالغلا وكنجيو هنا بالسبع لين كنسلكو. الناس ما عندهاش، قلت الشيء كما يقولوا المغاربه كاملين كيقول لك قلت الشيء. من قلت الشيء هو السبب. اللي كنبيعو بالحبه هو نورمالمون يتباع بالكيلو، حنا دابا كنبيعو بالحبه. اللي هذه تاع من المدينه تاع كنجيبو من بركان، كاين تاع زاكوره، كاين تاع صنديقه اللي كيكون روتور، كاين بزاف السلعه وخلطه فهمتي، وعلى حسب كل واحد وجهده ملي كيشري. واه راني من 2015 لدابا، ماشي بزاف يعني من 2015 لدابا. ولكن صافا الحمد لله. لا اللهم لك الحمد. واش هي غير مرقع بحال شي جلابه كتقلع مرسوم الناس باش ترقع واحد البلاصه راها مقطعه. هذا هو حل المغربي كامل. شكرا. مرحبا. واش هي المغربي اللي يلقى من يهرب غير يطفي الضوء تالي فيهم. تالي فيهم. سهل الامور. الله يحفظك. واش تبيع انت؟ واش تبيع؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك داير فيه؟ لاباس. لاباس عليك. الله يعطيك الخير. بارك الله فيك. مرحبا. بالنسبة لك انت هنايا كيفاش انت خدام هاد الخدمة هادي؟ اخويا انا راه تقريبا شي 15 عام ولا 16 عام وانا في هذه البلاصه هذه. بالنسبه للخضره قال لي الخضره عندك خضره من الفروي، واش كدير الزوج خضره من الفروي ولا؟ ديما خصك الخضار خصو يكون عنده كلش، تكون عنده الخضره، تكون عنده الفروي، يكون عنده كلش. 6 درهم 6 درهم. بالنسبه للاثمنه؟ الاثمنه اخويا هذا العام هذا كان الفروي غالي بزاف.
يعني راه كاع تقريبا يعني من يعني من قبل رمضان الفروي غالي بزاف الله يحسن العوان، غالي بزاف على 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 المسكين. والخضره كاين شي حوايج في المتناول وكاين شي حوايج عاوتاني طالعين شويه بحال مطيشه بحال الاسباب اخويا كاين شويه ديال بالنسبه لوجده، يعني وجده فيها شويه ترونسبور بعيده شويه على الغرب ياك، وبالنسبه يعني اللي غاليه راه قليله فهمت، حوايج اللي غاليه شويه راه قليله. كاين بزاف ديال المسائل حكماني دابا شي كتصدر بزاف الناس الناس يعني تبارك الله راك عارف تبغي تاكل تبغي تعيش تبغي تبغي حاجه مزيانه، هما الاسباب اللي كيخليوها. ستة ونص شريفة هادي سويلة زوينة سويلة زوينة تبارك الله، الثمن ديالها 6 درهم. ما عندكش 10 مينتي؟ نعم؟ لا دابا الحمد لله انا كنهضر لك من قلت لك الفروي بحال لافوكا بحال التفاح بحال فهمت، ما بحال الخوخ رخيص فهمتني، بحال مشماش حتى هو في المتناول، بحال بحال بعويده غاليه شويه لافوكا بحال فهمتني سيبسي 160 8 درهم هاك 10 معليش ها هو درهم كاع ماشي مشكل تحاول الراحه. نعم الحبيب كنا نهضر على المطيشه قلت لي هذا الغلاء تاع المطيشه. نعم يعني شنو هو السبب واش هذاك اللي كيتصدر البرا ولا السبب؟ حتى هذاك السبب. انا راه كنقولوا الجهه تاعنا معروفه بركان فلاحيه يعني فلاحيه. لا ولكن السلعه بالنسبه للمطيشه في بركان ما كتصدقش بزاف، يعني على حسب على حسب اللي كنعرفوا حنا، يعني تقريبا الناس الكبار يعرفوا بزاف هذا الشيء، ولكن بالنسبه لنا حنا اللي كنعرفوا يعني المطيشه ديال نتاع السعيديه ولا اللي كيديروا في السعيديه ما كتكونش بحال ديال اكادير، يعني ماشي شي كاليتي كبير بزاف فهمتني، يعني اللي تقدر تنافس ديال اكادير هذا هو اللي كاين بالنسبه للمطيشه. شي رساله تقولها شي رساله اخويا شي حاجه توجهها الرساله اللي نوجهوا لكاع الشعب المغربي سمعت هو التضامن والصبر والكفاح ان شاء الله حتى نوصلوا حتى يوصل اي انسان للمتمنيات ديالو، يعني راه اللي في واحد الدومين ضروري خصو الجد وخصو المثابره باش يوصل ان شاء الله لهذا، وكنتمناو من الحكومه ديالنا يعني تسهل بزاف ديال الحويجات حيت راك شتي هاد الظرفيه هادي ديال اللي فات ديال كوفيد، الحمد لله دابا راه نفرجت الامور شويه، ولكن كنتمناو ان شاء الله يكون ديما تكون المسيره ديال شنو خص المواطن، شنو الحوايج اللي كيعاني منهم، شنو المسائل اللي يعني الاولويات فهمت، هذا هو اللي كاين. يكون الخير ان شاء الله، الله يحفظك تبارك الله عليكم، نتمنوا لكم ان شاء الله جوله زوينه في السوق هذا وتهلاو في راسكم والله يسر محمد السادي. السلام عليكم. هاك